بها قعدت تستني انت كام يوم؟ شبك؟ شبك ليش مستعجلة؟ مشان الله ابن عمي، والله ما عاد فيي انطر، حتى الاولاد مو اخذين راحتهم. لا حول ولا قوة الا بالله، لك ما عيب عم يجوا جيراني باركونا، حلوة ما يلاقوكي هون؟ مها انا قلت لك بس يومين. الله يمضي هاليومين على خير. ماشي، رجعي هاي على خزانة. يومين ابن عمي، يومين. ماشي، مثل ما بدك، يومين. رجعيهم الاواعي على الخزانة. اشلحي هاي الملاية. تعي لقلك. معليش يا رشدي يا كلب. أنا هقدر حضركك مشان ما تأذيلي ولادي. لأني بعرفك ابن حرام. ابن حرام. شو صافن ابن عمي؟ يعني كل اللي صار سببه جوازة راشد. شو كان صار لو سأل مرته إذا موافقة ولا ما لا موافقة؟ يعني ابن عمي والله هي ما بدها سؤال، لأنه الجواز لا عيب ولا حرام، وبعدين مرته مو ضروري تدرى. مزبوط لا عيب ولا حرام، بس فيها وجع راس. نسيتي لما تجوزتك ما تجوزتك إلا أخذت موافقة مع جاج؟ لا ما نسيت. ولا شو رح تسوي مشانها؟ ام عجاج قالت لي انه خلينا نستنى لنا كم يوم، لانه لساها مطلقه جديد ولساتها زعلانه. صحيح هالحكي يا ام عجاج؟ مزبوط ابن عمي، هيك اتفقنا انا وام راشد. بس ما تطول معكم شهور. لا ايوه شو شهور، اي والله مالي مصدقه ايما تشوف هالبنات عم يلعبوا بارض الديار. يلا حبيباتي يلا تعوا لغديكم. يلا امي ام راشد الحقيني لنحط الغدا. يلا على عيني. لك طول النهار عم بحكي معه ما بفوت حكي براسه ولا بفهم عليه، شو ساوي معه؟ قولي لي شو ساوي معه. لك ليش يا عمو ليش عم تزعل عمك راشد؟ فوق ما بده يعلمك الصنعة ويساويك معلم وتفتح بكره دكان لحالك. لك ليك طلعي طلع شلون بتم قلب خرقته؟ لك طول النهار قلب خرقته. لك شبك يا عمو شبك؟ ليه زعلان؟ بدي اروح على البيت هلا يا عمو. نعم؟ ليش هذا البيت مو عاجبك؟ انا مهلك عليه ابن عمي الله يخليك. احمد بده يعيشنا على كيفه؟ هذا قدر الفصعون بده يتامر ويتحكم ويتنتور فينا؟ معناها يا مها بكره لما يصير شاب شو بيعمل؟ ما بيبقى غير ينسفنا كفين. فشل بكسر لك ايده ما يمد عليك، بس يمكن ماله مرتاح هون. لك شلون ماله مرتاح هون؟ شو اللي ناقصه هون؟ لك شو ناقصك؟ انت واحد ما بينعطى وش، من يوم ورايح انا رح اعرف شلون ربيك. روح يلا نقل لعند عمتك اميره وخد اخواتك. مين؟ انا اخي. فوتي اختي فوتي. مساء الخير اخي. اهلين وسهلين اميرة. لقيت عليكم خير، ليش طالع صوتكم؟ ما في شي. خدي احمد واخواته نايمين ما بدي اسمع حسون. ها ايه على عيني، بس لسه ما تعشوا. ها ليش لهلا ما تعشوا؟ يلا ها هلا بعشيهم على عيني. يلا قوام. يلا احمد يلا. زعلتي مها؟ ليش عم تبكي؟ لساتهم صغار ما بيفهموا. ما بصير يا مها، يعني إذا صغار منتركهم من دون ترباية. الولد لازم يعرف الصح من الغلط مشان بكرة بس يكبر يدعي لنا على هالترباية اللي ربيناه إياها. الله يخليك يا ابن عمي، خلينا بكرة نرجع على البيت. أنا قلت بعد يومين، يعني بعد يومين وتخليني انقرق منك. أمرك ابن عمي أمرك. روحي حطي لك شوية فواكه، كلهم نهارين ما عاد تصبري عليهم. طلعي فيني مها، طلعي فيني. عيونك مو حلوين وهن بكيانين. خلاص مها كلهم يومين وبيمضوا. لك ايش بنا فرديه بقى فرديه كرمال ابن عمك. ايه هيك ها. الله يرضى عليك يا مها. روحي جيبي الفواكه وتعي. يلا ناطرك. حبيبيكم امسكوا
لكم يلا كلوا لحالكم مثل الشاطرين. سيك شو احمد ما بدك تاكل؟ ليك احمد حبيبي، نحن هون بهذا البيت كلياتنا بنحبك، انا خص نص بحبك كثير، واخي راشد طول الوقت بسيرتك، هذا الا اذا انت ما بتحبنا. طيب انت فهمني، ليش بدك تروح على البيت؟ يعني هون كلياتنا عم دللك، بعدين اطلع لبرا، شوف البيت قديش واسع وكبير وحلو، ايه بارض الديار انت واخواتك فيكم تلعبوا من هون لبكره ما حدا بيقلكم شيء. شو احمد؟ ما بدك تحكي؟ ايه خلص لكان، انا بطلت اكل. خلص باكل عمتي باكل امرك. ايه هيك، مسيك كل وعبي لي بطنك. كلوا حبيباتي كلوا، واللي بياكل اكثر شيء بكره بدي ركبه على المرجوحه. مين اللي عم يدق على الباب؟ انا ام بشيره، انا افتحي. منو انتي؟ يو ولك انا الدايه بهيجه، شبكي ام بشيره افتحي الباب، شو ما عاد تعرفي صوتي؟ وشو وقفك على بابي وليه؟ يا مو افتحي له الله يوفقك، خلينا نشوف شو بدك. لك هدول بعطينا واسطه مشانك يا حماره. يا مو اذا الله يوفقك خليه يفوت. الله يخليك. لكن بشير افتحي شبكي، ما بدك تفتحي الباب. رح اخليها بعدي. فوتي بلا بهيجه. السلام عليكم. كيفكم تخبروني؟ والله انا اشتقت لكم. قبل ما تحكي شيء، هن بعتينك لعنا ولا انت جاي من جونك؟ شوفي ام بشيره، انا جاي واسطة خير بينك وبينهم. يا الله لا يورجيكي الخير، لا انت ولا هن يا بهيجه. اسمعي يا ام بشيره، هذا لسانك طبيه. ولا تحكي معي هذا الحكي نهائيا، لانه انا بنص بيتك، انا الدايه بهيجه، انا دايه الحاره. لك الك عين تجي لعنا بعد اللي ساويتيه بنتي بشيره يا بهيجه الكذابه؟ وشو ساويت يا بعدي؟ الجماعه طلبوا مني روح لعند بيت ام احمد ورحت معهم، بهيك بصير الحق علي انا؟ بس بروحتك انا اتطلقت. لا عيني لا، الطبخه كانوا طابخينها من زمان حبيبتي وانت مانك حاسه. انت سبب طلاقي. لا عيني لا، انا ما دخلني. إذا بدك تعرفي مين السبب بطلاقك، ليك أمك اسأليها شو حكت مع راشد لحتى نقرك هداك الطلاق قدام باب صغار. أمي ما دخلها ولا بهيجة؟ إيه لا، مو صحيح الحكي، راشد كان جاي ياخدك على بيتي، بس أمك نزعتها معك. وليش ما تقولي إنه معبى راسه من مرته الجديدة وجاي يطلع بشيرة مشان يرضيها؟ يو يو يبعت لك حمى يا بهيجة على هالفوتي. سدي حالك وليه؟ ليش جاي لهون؟ جايبت لك اواعي البنات يلي ما لهم ذنب يا ام بشيره ويلي حرمتيهم من ابوهم. هاتي هدول من ايدك وبوشك على الباب سقط. يلا عم تقلعيني من بيتك يا ام بشيره؟ كيف هلعك وبنحشك على الباب بدقيقه واحده؟ طيب ما بدك تعرفي مشان شو انا اجيت لعندي؟ اختي اللي جاي مشانه نحن ما بدنا اياه. يا مو خلصي ولا خلصي بركيها تصطفل بس رح تندمي يا ام بشيره. ها لسه ما طلعتي؟ يخرب بيتك لسه ما طلعتي؟ ولك حاجه تعيطي يخرب بيتك، الحقوا عليكم، الحق علي انا اللي اجيت لعندكم يا شرشيح يلي ما بتستاهلوا. ويا على شرشيح ويا على عيونك شو بالك. يبعت لي حمى. لك ان شاء الله هن يجيب لهم 60 حمى. لك يا امو بس كان لازم نعرف شو بدها. شو بدها؟ بدها ترجعك لجوزي. يا امو بس انا هذا اللي بدي اياه، انا بدي ارجع لعند جوزي. يا على عيونك شو شرشوحه. لك بنتي هدول ما عرفونا لا قدر ولا قيمه يا فهيمه. لو كان بدهم يرجعوكي كانت اجت يا حماتك ام راشد يا اما ام عجاج. بس وينك؟ انا هالمره ما راح ارجعك الا لحتى يروح يطلق ضرطك. طب يا عمو بلكي ما طلقها. منو قال لك هالكلام؟ وحياتك بده يطلقها ورجله فوق رقبته. بعدين انا ما رح اقبل حدا يحكي معي الا الراس الكبير يلي هو عمك ابو راشد وبس. يا عمو بدك عمي ابو راشد يجي لهون؟ نعم ستي. وليش حتى ما يجي؟ لك حبيبتي نحن اشرف عائله بكل الحاره، وراح يجي ورجله فوق رقبته، بده يرضى بكل شروطي، واول شرط الي انه يشري لك بيت لحالك، وإذا ما رضي قلقوا مني يا بيت البغجاتي إذا بتلقوا. بس شوفوا أنا لعندها إم بشيرة ما عاد دوس بيتها بحياتي، لو قطعتوني شقف وندفعها.
لك ان شاء الله بينك فوت انتين. شو ساوت لك؟ لك يا خرب بيتها، قلعتني يا ام راشد، قلعتني لك. شو بدك انت من هيك تعمل معي؟ انا دايت الحاره صفيت لا قدر ولا قيمه عندها. ان شاء الله يبعت لستين حمه براسها اللي بده تكسير. قلت لكم راسها بده بابوشه، ما صدقتوني. نحن تسرعنا يا جماعه، ما كان لازم الا بدنا نرد بشيره لراشد. ليش هي سمعت شو بدي اقول؟ وما سمعتك المقوصة؟ ولك لا سمعت ولا استنت. ليش أنا جاي لعنده ودفشتني دفش على باب الصقه وقلعتني من عنده؟ يمكن مقهورة على بنت يا ست بهيجة. إلهي يبعت لقهرة ما تقوم منها. والله الحق معها يا ست بهيجة. الحق معها تقلعني من بيتها يا أم عجاج؟ لك مو قصدي على تقليعتك، يعني المخلوقة زعلانة لأنه بنتها اتطلقت وما حدا عملها لا قدر ولا قيمة. لك شبكن انتو بتروحوا لعنده ولسه البنت ما صار لها مطلقه يومين؟ استنوا لكم كم يوم، كم جمعه، كم شهر لحتى يهدى الجرح ويبرد تبعها، وساعتها بنروح لعنده وبنطلبها للبنت. والله معك حق يا ام عجاج، وروحتي لعندها كانت غلط بغلط وانا ندمانه عليها. معلش يا ست بهيجه، زرعيه بدقني، اعتبري هي التقليعه الي انا. الهي الله يعلي مقدارك يا حق. عدنان منير يلا يلا لحق مشكور رح اكلكم. شايفة أمورة قديش بتحب ولادك يا أم أحمد؟ الله يكرمك ويكرمها يا أم عجاج. أي والله 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 من صمصوم قلبي حبيتك أنتي وولادك، أنتي سلفتي الغالي. يخليلي ياكي يا سلفتي، إلهي يطعمك 10 صبيان، كل صبي كامل مكمل يا رب يا كريم. إلهي إلهي يسمع منك من تمك لباب السما يا رب. مرت عمي؟ يا عيون مرت عمك، احكي حبيبتي. الله يوفقك، حاولي ترجعي درتي بشيرة لابن عمي. يو بسم الله الرحمن الرحيم، هلا قلنا لك الغالية وكنتي ما في منك، شو جاب سيرتها على لسانك انتي؟ شو بدك فيها؟ ان شاء الله عمرنا ما ترجع هي ولادها. والله حرام تطلق. شو هاي؟ ان شاء الله يحرم جلدها عن عظمي، بتعرف الحرام هاي؟ سمعينا حفيظة. حاضر ام عجاج. مرت عمي لا ترجعيها. حفيظة سدي حلقك. والله يا بنتي احنا بعتنا الداية بس اما مو رضيانة ترجعها. لا مو بس هيك، ولعت الداية كمان. حاولوا مرة تانية معه. ومين قالك انه ما رح نحاول؟ هي كنتنا يا ام احمد، في بيناتنا خبز وملح وقلنا منها حريمات. بس اما اللي الله لا يوفقها مريدة لبنت السترة، لكانت قلع وحدة سرمايتها براسها وراس اللي خلفوها. القصة تقليعة، وهي التقليعة صارت لمرت عمي ولا ام عجاج. يعني مرت عمي حتخلوها مطلقة؟ لا ايو، شو نتركها مطلقة؟ بس انا عم بستناها لتهدى وتروق شوي، وساعتها انا بذات نفسي رح اروح لعندها وما رح ارجع من عندها الا ورضيانة هي وبدها. شو هاد؟ خذي مرت عمي، خلصت انا.